السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصه الفيديو ده ينزل عندي مش مشكله، مش طوال. اقول تمام كده يا عم، قول لي تقول يا عم، ده مع قناتك فمش مشكله يعني. طيب هل المايك كده هيجيب الصوت مظبوط؟ ايوه الو، ده مايك جديد ده والله، يعني غيرت المايك. هو المفروض ان الفيديو ده يعني الناس اللي متابعه بيتر خلاص بيعمل فيديو جديد، بيعمل فيديو ايه؟ ملك الالعاب. ملك الالعاب والسماعات، بيتر ملك الالعاب وبيتر ملك السماعات. هو المفروض ان بيتر، المفروض الناس اللي متابعه ان بيتر عامل بقى استوديو ومكلف، جاب تكييف اهم حاجه. ده اهم حاجه التكييف بقى، وجايب بقى مايك شوت جان بقى وليله. انا جيت عند بيتر فقلت اكيد اليوم مش هيعدي كده غير لما نعمل فيديو. المفروض ان في فيديو هيبقى عند على قناه بيتر، مش عارفين بقى ده اللي هينزل الاول او ده، يعني على حسب الترتيب. هتلاقوا اللينكات موجوده في الديسكربشن برده. ويعني ده على حسب برده مزاج بيتر. بيتر بيصور فيديو وينام، فعلا نشوف هو يقدر يكمل. يقدر يكمل فيديوهين ورا بعض ولا لا. ما تقول حاجة مصر. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. المهم فيعني انت وجهة نظرك كواحد بيجرب بقى، يعني انا واحد مش جيمر يا جدعان، انا واحد يعني ببجي، انا كل ما انا قعدت لمدة سنة ونص كل مره بيتر بلعب ببجي الزوم بتقفل عليا وما اعرفش انا خسرت ليه. انت كبيتر بقى، انا عايزك بقى ايه تقول لي ايه الحاجات اللي انت بتجربها في الموبايل، بما ان تجربه الجيمنج بقت مهمه عند الناس وهي بقت مقياس نوعا ما، هو مش صح قوي ان هي تبقى مقياس 100%، لكن بقت مقياس لقوه الموبايل. ايه الحاجات اللي انت يعني ايه الحاجات اللي تبقى شايفها في الموبايل اللي هي ممكن تكون مقياس لحته تجربه الجيمنج ان هي تبقى كويسه قبل ما تجربه؟ في ناس يعني انت واحد مثلا موبايل جاي لك فانت بتبقى متنبئ ان الموبايل ده هيبقى كويس او وحش، ايه الحاجات اللي انت مثلا ممكن تبقى شايفها في البدايه خالص اللي بيخليك تتنبأ ان الموبايل ده هيبقى جامد بقى في الجيمز وما اعرفش البروسيسور قوي وكارت الشاشه قوي والكلام ده؟ بس كل ده كلام ده جميل، يجي بقى السوفت وير بقى يظبط، يعني يكمل التجربه، يعني يخليها اسوء تجربه. تمام؟ ففي موبايلات يعني واخد مواصفات اوعى، تمام، بس بابديت السوفت وير بتلاقي الموضوع دخل في حيطه هو كده. تمام؟ يعني الموضوع بيبقى مختلف تماما. فمش كل حاجه المواصفات فعلا، لا السوفت وير بيفرق جدا. يعني انا في موبايلات جربتها كنت فاكر اللي هي تبقى واو، يعني ما طلعتش لا الواو ده. تمام؟ في موبايلات كنت فاكر ليه لا ده موبايل عادي مش هيأدي، يعني متنبهر ويأدي معايا كويس جدا. يعني في موبايل كده اشاركه معاكم، كنت يعني جربته، كان الريدمي 10 لسه نازل، جاب الموبايل، انا جربت الموبايل كان بيلاج بطريقه بشعه جدا، وكنت مجهز فيديو اغسل الموبايل بيتر، كنت خلاص اللي هو والناس اللي جربت الموبايل 3 ايام ويومين وطلعوا اتكلموا. بس ركز معايا يا اسطى، متابع، شوف يا اسطى عمل لي حاجه ده ماشي. يعني شوف يا اسطى نوتيفيكيشن، لقيت وصل له ابديت، لقيت الموبايل ما بيلاكش. فدي المشكله بالذات، يعني شاومي ساعات بتلاقي الموبايل نازل بيلاج وفجاه مثلا بعد تجربه، يعني لازم شاومي في الموبايل في دلوقتي اصلا واجهه الميو اي انهانسد اللي هي جايه اللي نزل جديد، هم معترفين ان في مشاكل في الميو اي 12 نزل في الاندونيسي تقريبا. يعني في هم معترفين ان في مشاكل في الميو اي 12 12.5 يعني الرومات اللي فاتت او الميو اي الميو ايات اللي فاتت هما معترفين بكده، فدي حاجه كويسه لو هما واخدين بالهم ان لا السوفت وير بتاعكم في مشكله. تمام؟ احطه على اعلى يعني اعلى مواصفات وبروسيسور جامد وكل حاجه بس مش بيأدي. تمام؟ فبرضه دي من الحاجات المهمه عامه كده كده في اي موبايل، اللي انت تتابع السوفت وير يعني الابديتس اللي نازله، سواء السوفت وير سيء او وحش لا خليك دايما ابديتد، عشان السوفت وير ده مش بيبقى جاي عشان يحسن او يسوء يعني او يشوه من الموبايل، بيبقى جاي فيه سكيورتي ابديتس والكلام ده، الحاجات دي بتفرق جدا في اداء الموبايل يعني الموبايل اداؤه ما يلاجش معاك، الا بقى لو في حاله لو هم مش ظابطين السوفت وير ابديت ده. تمام؟ اللي هو جاي رخام كده، جاي يرخم لك على على الاداء بتاع الموبايل. ايه السوفت وير اللي انت جربته ابهرك بقى؟ يعني انت كنت متوقع ان الموبايل يخيش معاك، وكنت متوقع ان تجربه السوفت وير هتاثر جامد وهتديك تجربه سيئه او سلبيه مع الموبايل، وفجاه لقيت ان الموبايل لا داخل في حته اللي هو جامد، انا منبهر. مؤخرا بصراحه لا انفينكس اشتغلت على السوفت وير بصراحه، الموبايل فعلا موبايلات انفينكس انا جربتها سواء الانفينكس نوت 10 برو، انفينكس هوت 10 اس كان جامد، والهوت 10 العادي كان فظيع، الاثنين بصراحه ممتازين حرفيا ممتازين. بس مثلا من المباريات الرخيصه اللي كنت شايف ادائها كويس الريدمي نوت 10 العادي. ده مش عارف ده بيوصل لفريمات غريبه. مش الريدمي نوت 10 برو العادي بيوصل فريمات بالظبط على ببجي، بيوصل فعلا في فريمات اعلى من الريدمي نوت 10 برو، مش عارف ازاي.
الريدمي نوت 10 اس ما كانش افضل حاجه, ويمكن خيش مننا خالص. انا مش عارف تجربه الاداء بتاعته كانت كسوفت وير, مش عارف هم هما بعتوا له سوفت وير ابديت الصراحه. الموبايل ما دخلش في حسبتي خالص يا بيتر, فانا ما قعدتوش معايا لان انا حتى ما برشحوش قوي. يعني ممكن نرشح مكانه البوكو اكس 3 ان اف سي. اه بالظبط السعر عنه يعني هو موبايل رخص. البوكو اكس 3 ان اف سي افضل منه اداء, فعلا كان افضل منه اداء وشاشه وتجربه استخدامه وكاميرات كمان. فانا يعني مش عارف يعني هو شاومي حابه ان تحط كله في الموبايل. النوت 10 برو تصوير ممتاز, هو ريدمي نوت 10 كتصوير ممتازين جدا. النوت 10 مع الجوجل كاميرا رهيب, وكان في الكاميرا العاديه كان انا كان معايا كويس جدا بصراحه. انا بحب دايما استخدم الكاميرا الستوك علشان دي الاساسيه. مش كلنا بنعرف نحمل جوجل كاميرا, مش كلنا بنستخدم جوجل كاميرا. ف انا عامل فيديو كامل عن تجربه جوجل كاميرا على ريدمي نوت ازاي تحول موبايلك لموبايل كاميرته فظيعه. المهم موجود على القناه, وهتلاقوا لايف فوق. لو كسلت تحطوا لايف فوق يعني ممكن تخشوا تشوفوا اقرا في موبايل كمان. بس انا عارف الناس كلها هتدخل هي تشتمك يا اسطى. بلاش يا صاحبي بلاش. بس فعلا الاوبو رينو 6 او الاوبو رينو 5 او الاوبو رينو 4 يعني انا هتكلم على الاوبو رينو 6 عشان انا جربته تمام. يعني ده اول موبايل اجربه من اوبو. يا جدعان اي كلام هيتقال على ال6 هو نفس الكلام اللي على ال5, لان انا جربت ال5 وال6 الاثنين نفس. بس فعلا يعني سوفت وير لا مطبوخ صح. يعني اه صحيح معالج سناب دراجون 730 ولا 720 جي, هم الاثنين ما فيش فرق تمام. بس فعلا تجربه اداء احسن من موبايلات ثانيه جايه بمواصفات اعلى وسوفت وير مش مظبوط قوي. اهم حاجه السوفت وير هو اللي بيمتعك او يخليلك او يخليك خلاص قرفان من موبايل عايز ترميه او عايز تغيره صح. بس فانا عارف اه الرينو 6 غالي شويه وما اعرفش ايه الجوده, بس هو فعلا عطيني تجربه اداء احسن من موبايلات ثانيه كتير يعني. اه بالظبط. طيب في حاجه ثانيه انت جربتها يعني خطفتك كده حسيت ان هي برضو جامده بغض النظر عن التسعير او الكلام ده, في موبايل شدك كده؟ كان نفسي اجرب, ما لحقتش اجرب الرينو يعني الرينو 6 برو. عملت له انبوكسنج لكن لغايه دلوقتي لسه ما جربتوش كتجربه العاب. متحمس ان انا اجربه بصراحه, وبفكر ان انا يعني بفكر مجرد تفكير اللي انا اجربه اعمله تجربه العاب. بس نشوف الدنيا تبقى ماشيه ايه الفتره الجايه. بس انا متحمس بقى الفتره الجايه بقى موبايلات اونر لما تنزل كده. اه بخدمات جوجل. خدمات انا فاكر عشان انا بحب موبايلات اونر. كان اونر ماجيك فاهم, فاكر الاونر ماجيك 6 تقريبا على ما اتذكر او 6 مش فاكر كان اسمه. لا مش ماجيك. لا مش كان اونر نسيت اساميهم. اه انا فاكر اونر 20 كان الاونر 20 والاونر 20 برو. الاونر 20 هو اللي كان في رينج 6000 جنيه. لا اونر بلاي قصدك اونر بلاي. اونر بلاي ايوه كان في اونر 20 بعد كده نزل. الاونر 20 اللي كان بيخبط في البوكو فون اف 1 وكان بيخبط في النوكيا 8.1. اونر 20 لا اللي كان في الميد رينج اللي هو كان ايه كان نازل بمعالج. كان في اونر بلاي ده كان نازل باحدث معالج كيرين كان موجود وكان فعلا كان حاطط على الموبايلات الثانيه. لا ويكفي ده بعيدا عن اي حاجه يكفي وعمره. شبكه موبايلات هواوي او اونر الدرايفرز والهاردوير وبو برضه نفس الكلام. تعالى لي بقى تعالى لي بقى ايه الموبايلات اللي انت كنت شايف. احنا خلاص قلنا الموبايلات اللي عجبتك كتجربه جيمنج واداء مستقر. ويا جدعان يعني على ارض الواقع من الناس بتجرب موبايلات كتير الهاردوير كارقام مش كل حاجه. ممكن موبايل بهاردوير نوعا ما اللي هو اقل هاردوير ممكن تتقبله مع سوفت وير محترم ده تجربه مثاليه. يعني انا بالنسبه لي 720 جي بيتر هو اقل معالج ممكن اتقبله من كوالكوم في الفئه المتوسطه. اه تمام. في شركات بتبدع بيه 678 اللي هو في ولا 678 605 765 لا في 600 اللي هو في ال 678 ده اقل واحده تقبل لحد 3000 ده جامد جدا جامد جدا ده رهيب. في معالجات مثلا عندك ال 750 الحاجات دي اقل معالجات اللي هي الجي 80 ده يعني مش سيء. الجي 85 برده كان كويس مش سيء خالص والله للفئه اللي هي الاقتصاديه او الفئه اللي هي في بدايه المتوسطه مش سيء خالص. تجربه اداء مع سوفت وير محترم بيديك اداء دايما. السوفت وير هو اللي بيظبط الخلطه ده وش. انا سايب لكم بيتر يتكلم عشان اخر مره عملت فيديو مع حد قعدتوا تقولوا لي انت بتتكلم وبتقطع عليه ومش منظم. انا سايب الراجل يرغي لما بص بيرغي مش هقطع حاجه. في موبايلات اكيد انت كنت رايح للموبايلات دي وشايف ان هي موبايلات بقى يعني هو ده يعني احنا مش احنا اتكلمنا قلنا موبايلات وحشه. احنا قلنا حلوه. احنا قلنا الاثنين قلنا موبايلات حلوه. فانا ده فاحنا ماشيين في السكه يعني ماشيين في السكه. طب يعني تمام نقي لي بقى خمس موبايلات انت جربتها في فئه متوسطه يعني احسن خمس موبايلات جربتهم في نقطه الجيمنج بتدريج من اول 2000 جنيه لحد 7000 جنيه و6000 جنيه.
من اول 2000 جنيه هو تجربه الجيمنج. انفينكس هوت 10 وانفينكس هوت 10 او انفينكس هوت 10 اس ده تحت ال 3000 جنيه. يعني 2000 وشويه. احنا بنتكلم دلوقتي على تجربه الجيمنج بس بعيدا عن الكاميرات الحاجات التانيه دي اللي هو الموبايل متكامل ليه فيديو يعني ممكن يكون كاميرات والحاجات دي ممكن ما يكونوش هم احسن حاجه بس هو كجيمنج انت لو بتدور على موبايل جيمنج واداء ممتاز هم دول ابتدي بدول. تمام تمام نطلع ممكن شويه 3000 اول اثنين ايه الانفينكس هوت 10 والهوت 10 اس. تمام بعد كده نطلع شويه ريدمي نوت 10 العادي مش مش الريدمي 10 او مش البرو. تمام ممكن تفكر في ان في البوكو اكس 3 ان اف سي ممكن او في رينج اللي هو 3 وكسور. ممكن تطلع شويه البوكو اكس 3 برو عجبني ده برضه عجبني. ده ممتاز جدا عجبني في تجربه الاداء بتاعته رهيب كانت كويسه بس هو مشكلته بيسخن شويه ما طبيعي يعني ان انت مفيش تبريد بس ما حسيتش اللي هو بيحصل مشكله مع السخونيه. في ايه تاني ممكن تحت ال 5000 جنيه في موبايل في ال 3000 جنيه عايز اسالك عليه انت جربته كنت عامل عنه فيديو جامد قوي في رينج 3000 عشان يا جدعان هرجع 3000 جنيه التي سي ال اللي هو ال 10 بلس تقريبا اللي انت كنت جربته له في كاميرات كتير ورا ده انا كنت الموبايل ده سعره كان 4500 جنيه كسر دلوقتي جدا دلوقتي كان سعره شاشه كانت يعني تحفه انا كنت بحب الموبايل ده 2800 جنيه دلوقتي الموبايل ده برده من ترشيحاته كويسه جدا وتجربه اداء بتاعته مقبوله يعني مش افضل تجربه بس يعني ممكن يكون افضل من الـ من الهوت 10 اس ولا الهوت 10 اس افضل منه لا ممكن بيكون لا يعني لا الهوت بتاخد فريمات فيها اعلى عشان انا كنت فاكر الاقصى حاجه عدد في الفريمات بتلعب عليها على على تي سي ال كان تقريبا هاي او اتش دي مع هاي لكن مفيش كان مفيش الترا فريم ريت او مفيش 40 فريم فانا بالنسبه لي صدمنا التسعير بتاعه خالص يعني بس هو واحد من الموبايلات الشياكه اللي ممكن تدفع فيها 3000 جنيه او 2800 جنيه انا شايف ان هو من اجمل الموبايلات واكثرها تكاملا الموجوده في رينج 3000 جنيه دلوقتي من وجهه نظري في السعر اللي هو موجود فيه هو كده اصلا شويه مش هتلاقيه موجود في السوق تاني لان الشركه على ما اظن خلاص ان هي بتلم عزلها او حاجه زي كده عشان هو كان نازل اصلا بمعالج 660 تقريبا 665 حاجه كده فئه ال 600 انا مش متذكر بالظبط بصراحه يعني طيب احنا دلوقتي فوق ال 3000 جنيه فوق ال 4000 جنيه تمام ايه الموبايلات الثاني اللي تحت الخمسه اللي ممكن تكون كويسه في الجيمنج جربت المي 11 لايت الموبايل ده انا بحبه برضه يعني انا في مشكله معايا مع المي 11 لايت يعني الشركه هو عموما المي 11 لايت في ناس مديهم اداء ممتاز جدا وموبايل رهيب وفي ناس الموبايل مضايقه انا واحد الموبايل ما زال موجود معايا لحد دلوقتي تمام موجود مع والدتي استخدمه واستخدام اساسي بيلاج بطريقه بشعه سوفت وير ما دي للاسف التحديثات الاخيره في المي اي 11 سوري 12 انا سايب 12.5 عليه يعني بيلاج وخاصه 12.5 على فكره انا استخدمت الموبايل يعني انا كنت متفاجئ جدا من 12.5 استخدمت الموبايل يا بيتر لمده 10 ايام تقريبا استخدام مكثف لما نزلنا ريفيو وبعد كده الموبايل فضل معايا حوالي 15 يوم كمان بستخدمه وبعد كده فجاه وصل له ابديت بعد ما خلاص بقى اسبوع بتقول لي رجع لي الريدمي نوت 8 بتاع 2000 بتقول لي الموبايل التاني ما بيحلقش متخيلين يعني السوفت وير لما بيبقى سيء بيعمل ايه يعني لما بيبقى في مشاكل في السوفت وير تقول لي انا الريدمي نوت 8 اللي انت خدته مني رجعه لي بالظبط السوفت وير بيدمر بتاع 2019 المهم طيب انت دلوقتي من غير تسقيف انت دلوقتي تمام في فاضل 4 دقايق عشان الكاميرا تفصل فاحنا عايزين ايه نشوف 3 دقايق ده دقيقتين ونص دقيقتين ونص طيب نسال ايه تاني مفاز ايه ده بقى صح طيب خلاص يا صاحبي سؤال بس قد كده عشان نختم بس الحلقه هل انت شايف ان الطبيعي ان حد يشتري موبايل عشان يضيع في الالعاب بس ولا يبص للتجربه الكامله مش بقطع عليك الناس تيجي تتفرج عندي بس بتعمل تجربه كامله لا بسال بجد امثال هؤلاء بسال بجد 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 هل فعلا على حسب اهتمامك هل الالعاب مقياس الاداء بتاع الموبايل لا اكيد لا مش مقياس يعني الناس بتقول لك الموبايل ده في لعبه ببجي ما بيجيبش في الموبايل وحش هل الالعاب فعلا مقياس لتجربه الاداء بتاعت الموبايل خالص خالص ما هو انت على حسب تطلعاتك وعلى حسب انت عايز ايه من الموبايل وعلى حسب استخدامك للموبايل انت واحد عايز واحد تلعب 24 ساعه قاعد تلعب تجربه الالعاب طالما كويسه يعني اغلب او الاحتمالات ان الموبايل اداؤه ككل هيبقى حلو ما هو الموبايل ده اكتر حاجه بتعصره او اكتر حاجه بتستغل السوفت سوري الهاردوير بتاعه الموبايل الالعاب عشان بتضغط عليه فالالعاب مستقره لحد ما الاداء التوتال العام لو انت مثلا بتقلب في الموبايل بتفتح ابلكيشن ما اعرفش ايه الكلام ده هيبقى مستقر برضو والعكس صحيح ده بيهنج ده هتلاقي ده بيلاج وده بيلاج شايف كده انا شايف كده شايف كده ولا انا شايفه يمشي صح
صح. ما كوريا كده 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 كل الشركات ده دفاعي، ما انا كده بتكلم عن طيب يا انا مش هقول عليه ان هو الاسئله بتخليه جد، فخلص اسئله عشان ما تمام. بس دي كل حاجه في الفيديو بتاع النهارده، يعني حاول ان احنا نعمل فيديو لطيف كده وخفيف يعني مع بيتر وفي الاستوديو الجديد. ف الف مبروك صعب على الاستوديو، وعمل فيديوز جامده كده وتقطع علينا في الفيوز، عايزين نلم فلوس تتصرف. اه الفلوس اتصرفت وبس كده. لو عندكم بقى اي اسئله واستفسارات لبيتر او كده، ممكن نطلع مثلا لايف انا وهو على انستجرام بقى نتناقش في موضوع الفيديو ده، فاكتبوا اسئلتكم في الكومنتس. ولو لسه مش فاهم لكم تحت الفيديو اعملوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس، ولينك القناه بتاع بيتر مش محتاجه، مش محتاجه في الديسكربشن، وهتظهر لكم الايفون مش هكسر تلاش. بس كان معاكم عبد هواري وبيتر ميلاد من استوديو بيتر ميلاد 2022 2021. لا لسه 21 يعني استوديو جديد معمر معانا ان شاء الله. اشوفكم يعني. الفيديو اللي جاي. مع السلامه. سلام. باي. نعمل بقى كات. كات. اتفي يا ابني. بس خلاص تقفل. ايه في الماكينه؟ والله فيديو لطيف.